عملية إرهابية تهز متحف باردو تخلف 20 قتيلا وأغلبهم سياح أجانب و50 مصابا ومصرع إرهابيين اثنين. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدينان بشدة العملية الإرهابية ويدعوان الشعب إلى ضرورة الالتفاف حول قوات الأمن والجيش الوطنيين لمقاومة الإرهاب. إدانة عربية ودولية واسعة لعملية باردو الإرهابية وتأكيد على الوقوف إلى جانب تونس في مواجهتها للإرهاب والتطرف بكل أشكاله. نشرة الثامنة، أهلا بكم. في عملية إرهابية جديدة استهدفت اليوم سواحا قادم لزيارة متحف باردو المحاذي لمجلس نواب الشعب، قتل 22 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب وأصيب 50 آخرون. عملية أثارت حالة من الهلع داخل وخارج متحف باردو وجندت لها الوحدات الأمنية اللازمة للتصدي لها. 22 قتيلا وعشرة المصابين هي حصيلة العملية الإرهابية التي شهدها محيط متحف باردو اليوم. فهذا السائح فقد زوجته وابنه في عملية أدت إلى مقتل 18 سائحا من بولونيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، كما أدت إلى استشهاد أيمن مرجان أحد عناصر الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب وإحدى العاملات في المتحف الوطني. حصيلة ثقيلة لعملية أولى من نوعها استهدفت اليوم متحف باردو المحاذي لمجلس نواب الشعب. ووفق المعطيات الأولية وتصريحات الشهوديين، بدأت العملية على الساعة منتصف النهار وعشرين دقيقة، حيث دخل إرهابيان في زي مدني من الباب الخلفي لمجلس نواب الشعب، الباب الرئيسي المؤدي للمتحف الوطني. ترجل من سيارتيهما مسلحين بكلاشينكوف وفتح النار على سياح كانوا بصدد النزول من حافلتين سياحيتين تقلان جنسيات مختلفة في إطار القيام بزيارة خاطفة لمتحف باردو في إطار رحلة بحرية على متن سفينة راسية في ميناء حلق الواد. الهجوم في هذه المرحلة أوقع 7 سياح وفق معطيات أولية. عدد آخر ممن نجوا من الهجوم حاولوا الاختباء بين جدران المتحف، حيث تعقبهما المسلحان إلى داخل مسرح العملية وأخذ العشرة من السياح رهائن، كما قتل 10 منهم وفق معطيات أولية دائما. تبادل إطلاق النار داخل المتحف جرى في الطابقين الأول والثاني لتنتهي العملية بإجلاء كافة السياح والعاملين من المتحف ومقر البرلمان حوالي الساعة 3:30. ساعات الهجوم الثلاثة تسرعت فيها الأحداث، وكانت الأولوية فيها إجلاء العشرة من المدنيين من داخل وفي محيط المكان. وقد تمكنت قوات الأمن من تأمين أكثر من 90 سائحا كانوا داخل أروقة المتحف ونقلتهم إلى داخل قبة البرلمان. كانت هذه رواية شاهدة عيان منهم. لتوفير الحماية لنا وضعونا في قاعة مغلقة قبعنا فيها نحو ساعة ونصف. أعرف أنه كان هناك احتجاز لعدد من الرهائن، لكن لا أدري كيف انتهى الأمر. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أكد من جهته أنه تم إيقاف 2 من المشتبه فيهما على علاقة بالعملية الإرهابية، مشيرا إلى أن البحث جار لتحديد هوية الإرهابيين. تم القضاء على 2 عناصر إرهابية جنسيتهم مبدئيا تونسية، أحدهم حسب المعطيات الأولية أصيل أحد مدن الوسط الغربي. حجزنا 2 أسلحة كلاشينكوف، كان عندهم قنابل يدوية فيهم، شكون حب يستعمل قنبلة يدوية على أعوان الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب. الحمد لله ما معناها ما انفجرتش. عمليات البحث والتدقيق متواصلة لفك أسرار العملية، فيما تعمل خلية الأزمة داخل رئاسة الحكومة على متابعة الوضع الأمني. هذا استقبل مستشفى شارنيكول وبعض مستشفيات العاصمة الأخرى عددا من المصابين في هذه العملية الإرهابية. حالة استنفار قصوى عرفها مستشفى شارنيكول منذ بدء العملية الإرهابية على مستوى قسم الاستعجالي، فالحركة لم تنقطع على امتداد الساعات. الطاقم الطبي وشبه الطبي تابع تقريبا حالة حوالي 20 مصابا. فما إصابات مباشرة، احنا نشوف وين فما شفنا 3-4 اصابات مباشره، معناها آلات حاده. فما آلات حاده ما مش آلات حاده يعني بسيطه، فهمت؟ يعني آلات حاده شنو، سكين، سيف ولا ينجم يكون سيف؟ ما نجمش، ينجم يكون سيف، لكن فما آلات حاده وفما كسور اللي هي ماهيش ناجمه على يعني اصابه بطلق ناري كسر، معناها مريض طاح ولا دز ولا حاجه، معناها فما عنف.
المعلومات كانت شحيحة عن الحالة التي انتهى إليها المصابون على مستوى مستشفى شان نيكول، ما يعطل أي عملية إحصائية دقيقة. مزوز وصلوا للمستشفيات وتوفوا، الله يرحمهم. واحد في شان نيكول، واحد في هو أمني استشهد، واحد أمني هوني في شان نيكول أمني. كما نقول السم اللي عندهم تمشي من الشوك سيكولوجيك حتى في السقين. الأمني أيمن مرجان التابع لفوج مجابهة الإرهاب لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى شان نيكول متأثرا بإصابته في هذه العملية النكرة. ما فيهاش تعليق، هذه ثم مصيبة كبرى هبطت على تونس، وهذوما ناس يعني ما عادش ممكن فيهم يعني أمل، ولهذا يلزم يعني تونس تحقق التعبئة العامة ضد هالمصايب هذوما، ويلزم نهائيا نحيهم من الخريطة. Malheureusement, sont venus visiter notre pays للأسف نقدم لمن فجعوا في ذويهم الذين جاءوا لزيارة تونس والإسهام في استعادتها لنموها الاقتصادي، نقدم لهم أصدق تعازينا. ووسط تعزيزات أمنية كبيرة، وصلت جثث الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما خلال عملية متحف باردو. وعبر الهاتف ينضم إلينا مدير قسم الاستعجال بمستشفى شان نيكول سيد بشير بوهجة. سيد بشير بوهجة، أهلا بك. أهلا وسهلا. رئيس قسم الاستعجال. رئيس قسم الاستعجال، عفوا سيد الكريم، وشكرا للتصحيح. إذن حالة المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى ونوعية الإصابات سيد الكريم. الإصابات أغلبها طلقات نارية. 16 مصاب وصلوا، واحدة حالة وفاة تهم معاون الأمن الله يرحمه. فما جنسيات بولونية، إيطالية، فرنسية، بلجيكية ويابانية. في الوقت الحاضر فما 3 من جنسية إيطالية غادروا المستشفى في حالة جيدة، وفما حوالي 2 أو 3 حالات إصابات بليغة لكن حياتهم غير مهددة، ومش يأخذوا العمليات جراحية. ووقفوا أطباء الإطار الطبي والشبه الطبي في شان نيكول، وقفوا وقفة تضامنية مع بعضهم، وكانت الإسعافات في وقت يعني قياسي. طيب. بين أقسام الجراحة A وB وجراحة العظام والإداريين والعملاء، وتلقوا الفريقين الصباحي والمسائي مع بعضهم، وصارت الإسعافات في وقت يعني تم تعزيز المستشفى بالأطورة الطبية وشبه الطبية اللازمة لمواجهة هذا الأمر. في بتنسيق تام رائع تمكننا خلال وقت قصير من وضع المصابين في الأقسام المناسبة، جراحية كانت أو جراحة العظام، والحمد لله. معناها نستنى توا إن شاء الله الظروف والتطورات تكون أحسن من الغدوة إن شاء الله. نعم سيد بشير بوهجة، رئيس قسم الاستعجال بمستشفى شان نيكول، شكرا لك على تقديم هذه المعطيات. غير بعيد عن متحف باردو، مسرح العملية الإرهابية، سادت حالة من الخوف والهلع داخل مجلس نواب الشعب، الذي سرعان ما تم تأمينه بالوحدات الأمنية اللازمة وتأمين خروج من كانوا داخله من نواب وضيوف أجانب وأعلاميين، ليؤكد إثرها نواب الشعب وقوفهم صفا واحدا في مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية. على بعد بعض المترات من رحاب مجلس نواب الشعب جرت الحادثة. هنا يظهر الترابط بين الباب الخلفي للمتحف وأحد الأبواب الخلفية للمجلس. هذا الترابط بين المقرين إضافة إلى تعالي أصوات إطلاق النار أدخل حالة من الخوف والهلع في صفوف أعوان وإطارات المجلس والصحفيين المواكبين لأشغاله، ما استدعى إخلاء المقر وتعليق نشاط اللجان. مع ذلك أبدى النواب عزيمة أكبر من أي تهديد إرهابي قد يستهدفهم. هم أرادوا أن يعطيوا ضربة موجعة لتونس كلها، لأنه هذايا مركز من مراكز السيادة الوطنية لتونس، ومركز من مراكز اللي عبر على إرادة التوانسة لتونس الجديدة. طبعا هذا بقدر ما هي موجعة، بقدر ما هذا لن يثنينا أبدا على مواصلة الدرب والطريق من أجل بناء تونس الجديدة. هذه أثار يعني العملية متاع الرمي بالقذائف، بمعنى أن المجلس كان مستهدف. طبعا مرة أخرى نقول للإرهابيين لن تمروا، وأنه محاولاتكم لزعزعة الأوضاع في البلاد ولضرب تونس واستهداف مؤسسة السيادة مآلها الفشل، وكما قاعدين تشوفوا الحمد لله
بإصرار معناها أعوان الأمن وأعوان معناها رجال الجيش الوطني. معناتها السيادة اليوم مجنونة بالشعب في تونس وغير قابل للسطو عليه، وهذه إن شاء الله آخر إرهاصات الدابة المجروحة. ودخلنا اليوم الصباح قد تكون من المفارقات في مجال استكمال المؤسسات الدستورية أخرى. ثم شكون ما يساعدوش تونس تربح، ما يساعدوش تونس تنجح. عملية استهداف متحف باردو جرت بالتوازي مع انعقاد اللجان التي كانت في جلسات استماع لوزير العدل وكوادر من وزارة الدفاع ولرئيسة جمعية القضاة التونسيين، وقد تم تأمين خروجهم تحت حراسة أمنية مشددة. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عبر في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عن تضامنه مع عائلات ضحايا العملية الإرهابية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات، ومطمئنا الشعب التونسي حول يقظة أجهزة الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى تمدد أيدي الخيانة إلى تونس للنيل من أمنها واستقرارها، وقد نجم عن هذه الخيانة أموات كثيرة وجرحى من تونسيين. اثنين، نتوجه إلى عائلاتهم بالتعزئة وبالتضامن، وكذلك أيضا عدد هام من زوارنا من دول مختلفة، دول صديقة وشقيقة. وبهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى كل رؤساء الدول الذين اتصلوا بنا وتقدموا بالتعزية إلى الشعب التونسي على هذه الفاجعة الكبرى. أذكر منهم السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات، وكذلك أيضا الرئيس محمود عباس رئيس الدولة الفلسطينية. ونوجه لهم تحية شكر وتقدير وامتنان، ونقول لهم أن هذه الرسالة رسالة التضامن مع تونس سوف إن شاء الله يعني يقدرها الشعب التونسي حق قدرها. وأتوجه أيضا بالتعزية إلى كل من زاروا تونس في هذا الظرف الأليم، ومن يعني امتدت لهم يد الغدر أيضا وغادروا الحياة، ونتوجه بالتعزية إلى عائلاتهم وإلى دولهم. وأريد أن يفهم الشعب التونسي مرة واحدة ونهائية أننا في حرب مع الإرهاب، وأن هذوما الأقليات الوحشية لا تخيفنا، ولكننا سنقاومها إلى آخر رمق بلا شفقة ولا رحم. وقد توجهت منذ حين إلى مقر الحكومة التونسية، واتصلت بالسيد رئيس الحكومة وأعضاده، سيد وزير الدفاع، سيد وزير الداخلية، سيد أيضا وزير العدل، و أكدت لهم أن رئيس الدولة متضامن معكم ويؤيدكم، وسيعمل قصارى جهده لأن تكون تونس وحكومة تونس وأجهزة الأمن والجيش اللي أحييهم وأكبر فيهم يعني ما قدموه من تضحيات مرة أخرى، يعني تضحية الدم، يعني ضريبة الدم لفايت تونس، و أني سأدخل جهد لأعمل على مع كل من أعضاء الحكومة وكذلك أيضا من الدول الصديقة والشقيقة لنوفر إلى جيشنا وإلى قوات الأمن ما يجب توفيره من أجهزة ليكونوا في مقدمة الفعالية مثل هذه الحالات. ولا شك أن هذه الهيئات الخليات الوحشية هذه سننتصر عليها إن شاء الله، ويظهر وأنهم في آخر رمق مثل يعني الديك المذبوح، وهذا لا يخيفنا.
وأيضا أريد أن أطمن الشعب التونسي وأطمن أيضا من هاجرنا أن الاتجاه اللي صرنا فيه نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات ونحو التوافق يعني سيبقى وسينتصر ولا خوف عليه، وإن شاء الله ستبقى تونس كالعادة أعلامها مرفوع ورأس التونسيين مرفوع، وهؤلاء الخونة سيقع القضاء عليهم إن شاء الله. فرسالة تطمنة إلى الشعب التونسي، وأقول لهم أن أجهزة الدولة يعني في حالة يقظة، وسنتخذ الوسائل الكفيلة بأن مثل هذه الحالة لا تتعود لا ترجع. وأقول في الختام قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا انعقدت خلية أزمة برئاسة الحكومة لمتابعة تطورات العملية الإرهابية حتى نهايتها، ليؤكد بعدها رئيس الحكومة لحبيب الصيد في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي الحاجة إلى توحيد الصف في مواجهة آفة الإرهاب التي تهدد استقرار البلاد ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية في ذلك، مؤكدا أيضا أن الحرب على الإرهاب طويلة الأمد. العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو وصفها رئيس الحكومة لحبيب الصيد بالنوعية، حيث استهدفت قطاعا حساسا يمر بأزمة وهو قطاع السياحة بعد أن كانت تستهدف قوات الأمن والجيش. عملية انتهت بالقضاء على الإرهابيين في وقت وصفه الصيد بالقياسي. بالنسبة للإرهابيين اللي تم حسب التقريب هما تقريب 5، منهم اللي عملوا العملية 2 وتم القضاء عليهم، وفما إمكانية لكن مازالت ماهيش معناها يقين فيها، هي ممكن يكونوا مدعمين من طرف عنصرين وثلاثة عناصر. رئيس الحكومة أكد أن هذه العملية الجبانة تستهدف في المقام الأول الاقتصاد التونسي، وهو ما يجعلنا نتحد صفا واحدا للدفاع عن وطننا. الشعب التونسي مطالب في الفترة الصعبة، في الفترة هذه مطالب للالتفاف مع بعضنا بعض، ولأن الحرب ضد الإرهاب راهي حرب طويلة المدى، ولذا نطلب من كل الحساسيات، كل الأحزاب، كل المجتمع المدني للالتفاف مع بعضنا لمجابهة هالآفة التي تهدد باستقرار وأمن البلاد. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه العملية هي بمثابة ردة فعل للإرهابيين على الناجحات الأمنية الأخيرة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية. وقد سبق كلمة رئيس الحكومة انعقاد اجتماع خلية الأزمة التي حضر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي جانبا منها، اجتماع خصص لمتابعة الوضع الأمني على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو. وفي أعقاب الزيارة التي أدها عشية اليوم إلى موقع الجريمة الإرهابية بمنطقة باردو، أكد وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي أن هذه الجريمة لن تثني المؤسستين الأمنية والعسكرية على مواصلة جهودهما في خدمة البلاد وفي مقاومة الإرهاب، داعيا كل التونسيين والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والقيادات الأمنية والعسكرية والأمنيين بمختلف أسلاكهم للتجند من أجل الدفاع عن البلاد. الحقيقة عملية جبانة غادرة أضرت وألحقت مضرة كبيرة بالاقتصاد التونسي، خاصة في شكل من أشكال ضرب السياحة التونسية، ولكن هذا مستحيل أن يكون ضرب لتونس. عملية لن تهز معنويات قواتنا الأمنية والعسكرية، ماهيش باش تمس الشعب التونسي، عملية بحول الله الشعب التونسي أقوى منها، يوقف ويتجاوزها أقوى بكثير مما هو عليه الآن. وفي نفس الوقت لازمها تتلوها عملية بتاع وحدة وطنية كبيرة، تونس بتاع التوانسة الكل ماهيش بتاع المجرمين الإرهابيين، تونس ما ينجمش يفكوا هنا، وتونس ما ينجمش يعيش فيها كان التوانسة الأحرار. ومن جهته أدان وزير الخارجية الطيب البكوش بشدة عملية باردو الإرهابية خلال زيارته فرنسا، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب. الحقيقة صورة تونس تمست صورة كل البلدان قابلة أن تتمس. الآن كارثة في تونس، وهي لأول مرة فيها هجوم من هذا القبيل على السياح، ولكن يبدو أنه
مش السياح هما اللي كانوا مقصودين بهذا، وإنما كان رمزية مناقشة البرلمان التونسي لقانون الإرهاب، وربما العجز عن الدخول إلى البرلمان هو الذي جعلهم يهاجمون السياح ويجون المتحف. لكن مهما يكون الأمر فالعملية هي عملية إرهابية دنيئة قذرة، والدرس الذي يستخلص من كل ذلك هو أن الإرهاب هو ظاهرة الآن عالمية وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود لمناهضة الإرهاب ومقاومته. إذا عقد مجلس الوزراء مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعا طارئا بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد، ويأتي على إثر العملية الإرهابية الجبانة التي جدت بمحيط متحف باردو. أدلاء سياحيون ممن واكبوا بعض أطوار العملية الإرهابية يروون شهاداتهم مؤكدين هول الصدمة التي عاشوها ومن معهم من وفود سياحية. وقد أمنت عودة الوفود السياحية التي قطعت جولتها بالعاصمة إلى الميناء وحدات أمنية وعسكرية. الأدلاء السياحيون المرافقون للوفود السياحية بالمتحف الأثري بباردو عاشوا اللحظات الأولى للهجوم الإرهابي. واصل أحد المرافقين قال إنه شاهد أحد العناصر الإرهابية قبل بدئه الهجوم بإطلاق نار كثيف، مرتديا لباسا مدنيا محاولا تشغيل سلاح قبالة الباب الرئيسي للمتحف. عملت الزيارة متاعي مدة ساعة، ساعة وخمسة دقائق. أنا دخلت 11 خرجت نص نهار ودرج، قعدت ننتظر قدام الحافلة. فما بعض السياح اللي التحقوا بالحافلة، ممكن 8-10، مازالوا عندي 30 واحد، وفما حافلات أخرى يعني، وفما وفود أخرى من السياح خارجة من المتحف في اتجاه الحافلات. ما راني إلا أنا على بعد 10 أمتار على يميني نشوف في شاب 25 سنة، ممكن ما نعطيش أكثر من 25 سنة، لابس عادي سروال جين بلوزون زرقاء ولا كحلة ولا ما نذكرش، ماهوش ملتحي، في يده كلاشينكوف. أنا حسبته على الأول لعبة بلاستيكية، يعني حسبته ضمن السياح، خاطر قعد دقيقتين هو يجرب، مع أن ما 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 أطلقش الرصاص بصفه مباشرة، لا قعد ممكن دقيقتين وإحنا نشوفه فيه، يعني ما عرفناش شنو، يعني يلعب باش يعمل بالسلاح غادي. بعد فجأة خرج أطلق وابل من الرصاص اللي دام ممكن 5-6 دقائق. السياح اللي خارجين من المتحف مباشرة مقابلهم وأطلق عليهم النار. اللي اللوم هنا اللي المدخل المتحف غير مؤمن، يعني بصفة مثالية، معناتها اثنين من الأعوان لم تسايق تاع الحافلة اللي هو خرج وهرب للسكنة القريبة من المتحف. بعدين عاود كلمته وقت تمت العمليات، كلمته قال لي واصل عندي اثنين قتلى في وسط الحافلة. قلت له كيفاش؟ قال لي راه فما شكون طلع، واحد من الإرهابيين طلع على الحافلة، الحافلة كان فيها 10 أشخاص من ضمنهم السائق، قتلوا منهم زوز. بدينا نسمعوا في طلق ناري مع نص نهار ودرج، نص نهار ودرجين، ولا الكرتوش في وسط المتحف الداخل. دونك وقتها الناس بالحق ولينا خايفين ما نعرفوش وين نجريو، نشاهدوا ونجريو. آلاف الطلقات النارية، آلاف. المجموعة اللي معايا، عندي امرأة توفيت يابانية، عندي امرأة أمريكانية في السبيطار، وعندي توا برشا عباد من المجموعة التوا ما نعرفوش عليهم وين. حافلات السياح مرفوقة بتعزيزات أمنية وعسكرية. وقد أكد رئيس جمعية الأدلاء السياحيين أن قرابة 6000 سائح أتوا على متن الباخرتين الرئيسيتين بالميناء، وأن قرابة نصف العدد قد توزعوا صباح اليوم على عديد المناطق السياحية والثقافية بالعاصمة. زوز بواخر MSC إيكوستا، ثم اون أجنس أمريكان اون أجنس إيطاليان. كارثة على البلاد، وكارثة على المجتمع، وكارثة على كل شيء. اللي كنا تمنينا راو الاحتياطات كانت أكثر. حادثة أليمة استهدفت السياحة التونسية، حادثة تتطلب وقفة حقيقية وفاعلة للتصدي لإرهاب سيأفل لا محالة من أرض وطن ستبقى بإرادة شعبه عابقا بالياسمين.
وينضم إلينا عبر الهاتف الآن السيد كمال السعيدي مدير الاتصال والعلاقات العامة بديوان الطيران المدني والمطارات. سيد كمال السعيدي أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن بعد عملية متحف باردو الإرهابية والتي استهدفت سياحا أجانب، هل من تعزيزات أمنية إضافية في المطارات؟ هو في الحقيقة باعتبار المطار منطقة حساسة ونظرا للأوضاع في البلاد والعملية الإرهابية الجبانة اللي أودت بسقوط ضحايا وشهيد أمني، قام ديوان طيران المدني والمطارات بتدعيم وتعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ. ومع ذلك أود طمأنة كافة المواطنين أن الوضعية عادية جدا بمطار تونس قرطاج، وأن المسافرين في الوصول والمغادرة تجري بالسيولة المطلوبة. نعم. طيب إلى حد الآن سويعات بعد انتهاء هذه العملية، هل تم إلغاء رحلات قادمة إلى تونس أم لا من بعض وكالات الأسفار الأجنبية؟ طبعا وفي الوقت الحاضر ما فماش حد شيء يذكر، يعني كل شيء ماشي على أحسن ورام، وإن شاء الله إن شاء الله ما يقعش هذايا. بتبيع احنا هذايا ما يصيرش في نفس الوقت، لكن إذا ما نترقبوا شوية وقت إذا كان فما على قدر شوية إلغاء بعض السفرات. نعم سيد كمال سعيدي مدير الاتصال والعلاقات العامة بديوان الطيران المدني والمطارات، شكرا لك على تدخلك معنا. ينضم إلي في الأستوديو ضيفي علي زرمديني الخبير الأمني، أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بك. إذن عملية جديدة من حيث النوعية، من حيث عدد الضحايا، احتجاز رهائن أجانب واستهداف مقر سيادي هو مجلس نواب الشعب المحاذي لمتحف باردو ومسرح العملية، كيف تعلق على هذه العملية؟ دعني سيدتي أقول أن هذه العملية عملية خسيسة ومدانة بكل الأشكال. العملية هذه في نظري كأمني سابق اعتبارها أنها مدرجة في الإطار العام والتصور العام اللي يخدم عليه الإرهابيون. الإرهاب يستهدف أساسا مراكز السيادة، وهذا في استراتيجيتهم وفي عقيداتهم، وكذلك يستهدف النقاط الحساسة والحيوية، يستهدف شرايين الاقتصاد الوطني. هذا كله في إطار منظومة إرهابية متكاملة لا تخفى على أحد. أنا أستبعد وأن يكون مجلس النواب مستهدف، لأن الاستهداف كان عشوائيا وكان متجها إلى ضرب الاقتصاد التونسي من خلال السواح المتواجدين في القطاع السياحي. نعم. ضرب القطاع السياحي وبالتالي ضرب القطاع الاقتصادي. طيب اللي هو مهم جدا. طيب هنا أستشهد بالتصريح الذي أدلى به قبل قليل وزير الخارجية من فرنسا طيب البكوش، الذي قال فيه أنه الإرهابيين عجزا عن دخول مجلس نواب الشعب فنفذا العملية في متحف باردو. وطبعا تعلم أنه مجلس نواب الشعب سيناقش قريبا قانون الإرهاب. شوف سيدتي، الشيء الثابت وأنه الإرهابيون لما يتنقلون بناء على دراسات وبناء على استخبارات واستعلامات، ولو كانت العمليات معزولة وفردية. الشيء الثابت وأنهم يدركون جيدا وأنه هذلك المكان بالنسبة لمجلس النواب محصن، وبالتالي لا يغامرون بمغامرة قد تأتي لهم بالفشل. المقصود أساسا هو ضرب الاقتصاد التونسي. طيب تحول من ضرب الأمنيين إلى ضرب الاقتصاد. نعم، لذلك قلنا إنه عملية، إنها عملية جديدة من حيث أن النوعية. قلت وأنه مجلس النواب محصن، متحف باردو محاذي لمجلس النواب، وحسب شهود العيان ومن تحدثوا إلينا طوال هذا اليوم لم تكن هناك أي حراسة أمنية أمام متحف باردو. سيدتي وراء كل سبب مسبب. أنا أقول وأنه من الدوافع التي أدت إلى هذه الثغرات هو الإرباك الكامل اللي حصل على رئيس وزارة الداخلية في فترات من فترات حكم الترويكا وما سبق الترويكا، فهمتني؟ هذه الوزارة كانت مستهدفة. هذه الثغرات ليست وليدة اللحظة، هي وليدة إرباك، هي وليدة إخلال لجانب كبير من الإطارات الأمنية التي كانت تتناول الجزئيات، لأن القيادة الأمنية تفرض علينا مش النظر إلى الخطوط العريضة بل إلى أدق الجزئيات. ومن بين هذه الجزئيات اللي كانت موجودة كانت هنالك منظومة الأمن السياحي
التي كانت قائمة وتشرف عليها كفاءات، وتم إقصاء هذه الكفاءات وتم إدراجهم في سلم سلات المهملات، شأنهم شأن بقية الإطارات اللي لم تسير وضع معين وبقيت في الرفوف. إذن نحب نقول باختصار شديد، وأنه كان وراء كل سبب مسبب، يجب النظر في هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة. والأسباب متعددة والأسباب متلاحمة وحلقاتها مرتبطة، ويجب النظر إليها حلقة بحلقة. نعم، في اعتقادك هل تعتبر أن هذه العملية هي نتاج العمليات الاستباقية التي قامت بها المؤسستين العسكرية والأمنية في الآونة الأخيرة، من اكتشاف مخازن للأسلحة، من القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك خلاياهم؟ شوف، ما يلزمناش ننكروا وأنه ثم عمل دقيق وعمل ثابت قامت به المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية قضت على الجماعات في تركيبتها الجماعية، في شكلها التنظيمي. شنو بقى اليوم؟ اليوم السبب هذايا أدى إلى ما يعبر عنه بالذئاب المنفردة، وهذه أخطر مرحلة من المراحل اللي يعتمدوها الإرهابيين، لأنه تعطي حرية التصرف لأي فرد يحمل هذا الفكر، لأي إنسان قد يأتي بعمل يدرس الموقع بنفسه ويتولى العملية بنفسها. ثم تفكيك الجماعات، ثم نجاحات أمنية على مستوى تفكيك الجماعات. اليوم رحنا باش ندخلوا إلى مرحلة الأصعب والمرحلة الأدق، اللي هي مواجهة الإرهاب الانفرادي وما يعبر عنه بالمصطلح الذئاب المنفردة. وهي عملية دقيقة ودقيقة جدا، وتتطلب مجهود وتوفر كل الإمكانيات و تلاحم المجموعة الوطنية للقضاء عليها. نعم، سيد علي زلمديني الخبير الأمني، شكرا لحضورك معنا. حسب مصادر مسؤولة بكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فالحصيلة الرسمية غير نهائية للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم متحف باردو تتمثل في مقتل 22 شخصا بينهم 20 سائحا من جنسيات مختلفة، إلى جانب تونسيين اثنين أحدهما أمني من فرقة مكافحة الإرهاب، وجرح 42 شخصا إصابات أحدهم خطيرة، والسياح يحملون الجنسيات الإيطالية والفرنسية واليابانية والبولونية والروسية والبلجيكية. ضرورة دعم جهود الأمنيين والعسكريين والإسراع في المصادقة على قانون الإرهاب مواقف تجمع حولها التونسيون اليوم إثر العملية الإرهابية الجبانة التي جدت ظهر اليوم. إثر العملية الإرهابية التي جدت اليوم، أجمع التونسيون في مختلف جهات الجمهورية على ضرورة توحيد الجهود لمقاومة آفات الإرهاب التي تواجهها بلادنا. توحد الناس كل بالعكس، والناس كل تكون يد واحدة وراء مقام الظاهرة هذه. لازمنا بصراحة الناس كل مواطنين ومجتمع مدني وحكومة، الناس كل نوقفوا يد واحدة ضد الظاهرة هذه وضد الإرهاب اللي صاير في بلادنا. من ساعات المواطن يبدي يشوف في حاجات وقباله وما يحبش يقول عليها، هنا بالطريقة هذه كي ما يبلغش للأمن راهو أول ما باش ينضر باش ينضر هو. شفت تدمير معناه القطاع السياحي نتاعنا. ضربة سيئة للسياحة. السياحة احنا اقتصادنا يسوفر، تعب ياسر، وزيدنا باش نكملوا عليها بالضربة ذي ما حدش فيها. يرى المواطن التونسي اليوم أنه أصبح من الضروري التسريع في المصادقة على قانون الإرهاب. شنعب الإرهاب راه يلزموا قانون نتاعو يتفعل، ويلزموا أكل الفكر الجهادي هذاك، واحد راه ماهوش نتاعنا، احنا رانا بلاد سلمية. قانون الإرهاب هذا يخلي شنو مازال فاش مازال يستناو فاش. تونس هي لينا ونحن ليهم. تونس العزيزة ما نسلموش فيها إذا كان يبقى فرد واحد. تونس هي الأم. قدرة الله توانسة تعلموا كيفاش يعدوا هالمراحل الصعيبة هذية. ومهما أبكوا صغارنا ومهما قتلوا حماة الوطن، سنبقى درعا لهذا الوطن. دعم جهود الأمنيين والعسكريين والالتفاف حولهم من أجل الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهاب موقف يجتمع حوله كل التونسيين. هذا يعقد مجلس نواب الشعب بعد قليل جلسة عامة استثنائية إثر العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو هذا الصباح، ومن مقر المجلس تنضم إلينا مفادة الأخبار نيلة بالحاج. نيلة. نعم زينة، أهلا وسهلا. نعم، بعد قليل يعقد مجلس النواب جلسة عامة استثنائية، هل من تسريبات حول هذه الجلسة؟
نعم، قبل انعقاد الجلسة العامة سيجتمع مكتب المجلس لضبط أهم النقاط اللي باش يتم طرحها أثناء الجلسة العامة. طبعا هنا نلاحظ أنه النواب حاضرين موجودين يستناو باش يصفر عنه مكتب المجلس من قرارات ومن نقاط ممكن أنهم يتوقفوا عندها أثناء الجلسة العامة. على كل أحنا معنا السيد محمد الفاضل بن عمران رئيس كتلة حزب نداء تونس. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا. نعم، مكتب المجلس باش يجتمع، شنو هي أهم النقاط اللي أنتم باش توقفوا عندها واللي تراوها أنها ضرورية ولازم يعني فيها خطوة أولية يلزمكم تاخذوها؟ شنو هي كنواب النقطة باش نداولوا فيها الليلة في المجلس؟ هو شيء معروف وواضح، هو الرد على العمل الإرهابي الجبان اللي تعرض له الأبرياء اليوم، سواء كان من مواطنين أو من شهداء نحب نترحموا عليهم بالمناسبة، أو كذلك زوار سل تونس. نحن نأسف على العمل الجبان هذا، وسنرد رد أولا سياسي، ثانيا أنه بالنسبة للمواطنين نقولوا أن راهو بالنسبة للنواب الكل ملتفين بعضنا للتصدي للظاهرة هذه، سواء كان ذلك من خلال التعجيل المصادق على قانون الإرهاب، حماية الأمنيين، نكران الذات بالنسبة لنا أنه الناس الكل باش نخدموا بعضنا يد في اليد مع الحكومة ومع السيد رئيس الجمهورية للتصدي للظاهرة الخطيرة هذه. اللي على كل حال نوجه لهم رسالة واضحة، هؤلاء المجرمين أنه راهو لن يمروا، لن يجدوا لهم أرضا في تونس، والرد سيكون كذلك هذا الليلة من خلال اجتماع هذا المجلس في هذا الوقت المتأخر ليتلقوا ذلك الدرس بوضوح. لكن خلال حديثنا مع العديد من النواب تم التطرق إلى الإجراءات الأمنية، يعني تأمين المجلس ومحيط المجلس من خلال المتحف وكذلك هذه الساحة، يعني هذه من النقاط اللي من الأكيد أنه يلزم تتوقفوا عندها. هي نقطة من نقاط جدول الأعمال، طبيعي مزيد تأمين المجلس، مزيد تأمين محيط المجلس، المداخل المجلس. سنتفق على خطة عملية لتعزيز الأمن في المكان. نقطتين كبار، النقطة هذه والنقطة أنه الرد السياسي بالنسبة للجانب هذا. نعم، على كل زينة احنا ما زلنا في المجلس نواب الشعب ونوفيكم كل ما هو جديد في انتظار انه الجلسة العامة تنطلق طبعا وانه مكتب المجلس يخرج بقراراته. نعم، شكرا لك نيلة بالحاج، مفادات الاخبار الى مجلس نواب الشعب. ونذكر انه سيعقد هذه الليلة جلسة عامة استثنائية تكون مسبوقة باجتماع لمكتب المجلس. توحيد الجهود لمواجهة الارهاب من بين النقاط التي تناولتها البيانات التي وترت من طرف منظمات المجتمع المدني إثر العمليات الإرهابية التي جدت ظهر اليوم بمتحف باردو. الإتانة الشديدة للعملية الإرهابية وضرورة الالتفاف حول قوات الجيش والأمن الوطنيين لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله، كلمة توحدت حولها عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إثر وقوع العملية الإرهابية بمتحف باردو وسقوط عديد الضحايا من السياح والتونسيين. الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن إدانته المطلقة للهجوم الإرهابي، مؤكدا ضرورة استنفار كل قوى الشعب وكافة أجهزة الدولة من أجل إعلان الحرب الشاملة على الإرهاب واجتثاثه من جذوره ومنع مزيد انتشاره في تراب الجمهورية. واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له أن العملية الإرهابية تمثل منعرجا خطيرا في سلسلة التهديدات الإرهابية وضربا للسياحة التي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. ومن جهتها نددت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها بالجريمة النكرة، وطالبت الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية للتصدي لكل أشكال الإرهاب. ودعت حركة النهضة في بيان لها إلى عقد مؤتمر وطني لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الداعمة لحماية الأمنيين في أداء مهامهم. وطالب من جهته حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب الذي ما زال يهدد مصالح البلاد الحيوية ومصاري تونس الديمقراطي.
كما تواترت ردود الفعل الدولية التي أجمعت كلها على إدانة عملية متحف باردو الإرهابية وعلى الوقوف إلى جانب تونس في مواجهتها للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم متحف باردو، وبين العربي أن هذا الهجوم الإرهابي يهدف إلى النيل من مسار العملية الديمقراطية في تونس، مؤكدا وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن الولايات المتحدة تدين الهجوم، وأضاف أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب التونسي في هذا الوقت الصعب وتواصل دعم جهود الحكومة التونسية لتعزيز تونس ديمقراطية مزدهرة وآمنة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني ألقت بمسؤولية العملية الإرهابية على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدة تصميم الاتحاد الأوروبي على حشد كل الأدوات لديه لدعم تونس بصورة كاملة في المعركة ضد الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال إن بلاده تقف إلى جوار الحكومة التونسية، وأضاف فالس بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل إن فرنسا تدين هذا الهجوم الإرهابي بأقوى العبارات. أعربت المملكة المغربية والأردن وقطر والبحرين والهند وروسيا عن إدانتهم الشديدة للهجوم الذي استهدف تونس، مؤكدين دعمهم المتواصل لتونس في محاربتها للإرهاب. الجزائر من جانبها أدانت بشدة الهجوم الإرهابي، معربة عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع تونس، وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر إذ تدين بشدة هذا العمل الإجرامي البشع فإنها تؤكد على تضامنها الكامل، معربة تأكيدها أكثر من أي وقت مضى عن استعدادها لمواصلة دعمها لجهود السلطات التونسية لمجابهة كافة التحديات بما في ذلك التحديات الأمنية. أدان وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الحادث الإرهابي بأشد العبارات، واصفا الحادث بالعمل الجبان، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع تونس في مواجهة الإرهاب والتطرف وكافة أشكاله وصوره. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهجوم الإرهابي معبرا عن تضامنه مع تونس، وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أصدق تعازيه إلى أسر الضحايا. مواقف تتتالى وتتلاقى حول كلمة واحدة: لا غدا للإرهاب في تونس، وصورة واحدة لشعب واحد وموحد. إذن عملية متحف باردو الإرهابية انضافت إلى سلسلة عمليات أخرى شهدتها تونس في السنوات القليلة الماضية، ولكنها جاءت أيضا بعد سلسلة من العمليات الاستباقية التي قامت بها قوات الأمن والجيش الوطنيين في الآونة الأخيرة لإحباط مخططات إرهابية وما رافقها من اكتشاف مخازن للأسلحة والقبض على مئات من العناصر الإرهابية. العناصر الإرهابية عادت للواجهة من جديد لتضرب بقوة في عملية جبانة جدت وقائعها في متحف باردو واستهدفت سياح أجانب. عملية توصف بالنوعية غيرت بها التنظيمات الإرهابية من تكتيكاتها من حيث الأشخاص المستهدفون ومواقع التنفيذ. ولعل المتابع لفصول مسلسل العمليات الإرهابية التي جدت في تونس يلاحظ التركيز على استهداف الأمنيين والعسكريين، حيث سقط العشرات بين شهيد وجريح من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية في 27 عملية إرهابية بعد الثورة. مثلت عملية الروحية من ولاية سليانة نقطة البداية للحرب ضد الإرهاب باستشهاد عنصرين من الجيش الوطني أواسط سنة 2011 و2000. توقفت العمليات الإرهابية بعد ذلك لفترة زمنية لتعود العناصر الإرهابية مرة أخرى وتستهدف قوات الجيش والأمن الوطنيين في بير علي بن خليفة والجسرين، مخلفة أكثر من شهيد وجريح. تمر سنة وتبدأ أخرى وتنطلق معها عمليات إرهابية طورت فيها طرق المواجهة وأدواتها من اعتماد الألغام إلى الهجومات المباشرة واختيار التوقيت على غرار عملية جبل الشعامبي في 29 من جويلية سنة 2013 و2000، والتي استشهد خلالها 8 من عناصر الجيش الوطني بعد أيام قليلة من اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمي.
عملية تلتها عملية أخرى من السنة نفسها، سيما عملية جبلات وسيد علي بن عون ومنزل بورقيبة، عملية دارت رحاها في المناطق الجبلية الوعرة المتاخمة للمدن، سهلت بعد ذلك استهداف منزل وزير الداخلية السابق وخلفت استشهاد 4 عناصر أمنية. لكن عملية متحف باردو تأتي لتؤكد خطورة غول الإرهاب بعد أن غير منفذوه من خططهم وأصبحوا يهاجمون المواطنين في المدن، ما يطرح سؤالا جوهريا: متى يتوقف نزيف الإرهاب وأي خطط مستقبلية لمواجهته؟ هذا وأفاد سفيان سليتيا ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد وجرائم الإرهاب في الحادثة الإرهابية التي جدت ظهر اليوم بالمتحف الأثري بباردو وخلفت عددا من القتلى والجرحى. وأوضح سليتي في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق تعهد بهذا الملف، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بمجرد إعلامها بتلك الأحداث تحولت على عين المكان رفقة قاضي التحقيق، أين عاينت مكان ارتكاب الجريمة وقامت بالأبحاث الأولية. وأضاف أن النيابة العمومية تحولت أيضا إلى مستشفى شرنيكول لمعاينة جثث الضحايا قبل فتح البحث التحقيقي في هذه الجريمة الإرهابية. قضت المحكمة الابتدائية بسجن الإعلامي معز بن غربية والفكاهي وسيم الحريس المعروف بميغالو ومدير الإنتاج عبد الحق التومي 6 أشهر مع إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم هذه الليلة. وأفاد سفيان سليتي ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأباء أفاد أن المحكمة قررت الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية. السجن 6 أشهر مع تأجيل النفاذ حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في حق كل من معز بن غربية وسيم الحريسي وعبد الحق التومي، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في وقت متأخر من هذه الليلة. وكانت هيئة الدفاع قد استندت في مرافعتها صباح اليوم على أن التهم الموجهة لموكلها فاقدة لأركانها، وأن الوقائع المدرجة بملف القضية لا ترتقي إلى مستوى جريمة التحيل، خاصة أنه ثبت من الملف أنهم ما كانوش يتبعوا في مصلحة خاصة، ما كانش عندهم هدف الربح، وإنما كان مصلحتهم وهدفهم الأساسي هو خدمة المصلحة العامة. وطالما ثبت أنهم كانوا يتبعوا في المصلحة العامة وكانوا يحبوا يخدموا المصلحة العامة وكانوا يحبوا يكشفوا بعض ملفات الفساد. كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن منطلق هذه الأبحاث كانت على إثر عملية تنصت غير قانونية، مؤكدين أن رواية منومهم تطابقت مع ما أدلت به زوجة رجل الأعمال أمام المحكمة، فذكرت فيها أن كل ما دار بينها وبين من ذكرت أسمائهم أن طلبوا منها الحصول على تسجيلات صوتية قام بتسجيلها زوجها وهو رجل أعمال معروف منذ مدة، وتضمنت هذه التسجيلات حسب ما وقع الاستماع إليها من طرف المنوبين أو من طرفها، تضمنت ذكرا لعديد الأسماء سواء في المجال الإعلامي أو في المجال السياسي. هذه قضية أخرى ورسمية نجم نأكد لكم أنه انطلقت صحيح، ومنذ يوم الغد يعني الخميس الموافق ل 19 مارس ستنطلق السماعات باقي المذكورين في كل التسجيلات الصوتية. وعلى إثر العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو تم رفع كل الجلسات باستثناء هذه الجلسة التي تواصلت بحضور المتهمين والمحامين فقط، فيما تم إخلاء الجلسة من باقي الحضور، كما شهد محيط قصر العدالة حضورا أمنيا مكثفا. وقبل أن نختم، نظمت مكونات المجتمع المدني ومواطنون وحقوقيون وقيادات حزبية ووجوه سياسية مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تنديدا بالعملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو اليوم. ومن هناك ينضم إلينا موفد الأخبار طارق بن معاوية، وهذه صور طبعا حول هذه المسيرة. طارق زينة، نحن الآن في شارع بورقيبة بالعاصمة وتحديدا أمام المسرح البلدي بالعاصمة، أين كانت هناك تقريبا منذ نصف ساعة
حشود نوعا ما غفيرة في وقفة احتجاجية تنديدا بالعملية الإرهابية التي صارت هذا اليوم. لاحظنا مشاركة عدد من المنظمات الوطنية وأيضا عدد من الأحزاب السياسية، الكل رفع شعار الوحدة من أجل مجابهة هذه الآفة، ولكن في الواقع زينة حضرنا على ملاسنات وعلى يعني تبادل التهم بين بعض الأحزاب السياسية عن المتسبب في وجود الإرهاب في تونس. زينة ما لاحظنا أيضا أن هناك عدد من السواح اكتشفنا أن بعضهم كان من بين الوفود التي كانت في متحف باردو. عندما سألناهم عن رأيهم وعن شعورهم بعد هذه العملية قالوا لنا بالحرف الواحد زينة: نحن لا نشعر بالأمن في أوطاننا، نحن نشعر بالخوف في أوطاننا باعتبار أن الإرهاب لدينا له ولا وطن له ولا حدود له. ويمكن يعني استغلال هذا الواقع إن صح التعبير حتى لا تضرب سياحتنا ولا يستهدف مسارنا الانتقالي. نعم، شكرا لك طارق بن معاوية. والمسيرة متواصلة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتابعنا بعض الصور الحية عن هذه المسيرة. ختام هذه النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها: مصادر أمنية وصحية مسؤولة تؤكد مقتل 22 شخصا أغلبهم سياح وجرح 42 آخرين حسب حصيلة رسمية غير نهائية للهجوم الإرهابي على متحف باردو. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدينان بشدة العملية الإرهابية ويدعوان الشعب إلى ضرورة الالتفاف حول قوات الأمن والجيش الوطنيين لمقاومة الإرهاب. إدانة عربية ودولية واسعة لعملية باردو الإرهابية، وتأكيد على الوقوف إلى جانب تونس في مواجهتها للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. البريد الإلكتروني info@tunisiatv.tn لتفاعلاتكم واقتراحاتكم. نذكر في الختام أن 196 يوما مرت على احتجاز الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا للمتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.